السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي ومع قاتل الهواتف الرائدة. حنوضح هذه النقطة في نهاية الفيديو. ليش؟ استعراض اليوم هو لأحدث هواتف شركة ريلمي في السوق السعودي، ريلمي جي تي 6، أفضل شاشة بأقل من $1000، فريلمي قدمتها في جي تي 6 وبسعر أقل من 2000 ريال. ضروري تتابع نهاية الفيديو عشان تسمع العرض. ريلمي يا شباب في هذا الهاتف العتاد والشاشة والبطارية والشاحن فعلا حطت معايير جديدة للهواتف الجاية وللمنافسين، أصبح موقفهم صعب. بلاش أطول عليكم، خلينا نعرف ليش وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا شباب نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. وهذا هو هاتف ريلمي جي تي 6، يجي بالتصميم الأنيق وبالوزن الخفيف، أقل من 200 جرام، 199 جرام فقط، بالإضافة إلى سماكة تبلغ 8.6 ملم. يأتي من الجانب الأيمن زر التحكم برفع وخفض الصوت، بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف. في الأسفل منفذ الشحن تايب سي، بالإضافة إلى درجة شريحتين 5G ومزود بمكبرات صوت ستيريو. الشاشة بكل تأكيد تدعم وضع التشغيل الدائم Always on Display، بالإضافة إلى بصمة مدمجة أسفل الشاشة سريعة الاستجابة. خلينا نشوف الآن واحدة من أهم نقاط القوة في هاتف ريلمي جي تي 6، وهي بكل تأكيد الشاشة. الجهاز مزود بشاشة جميلة جدا من نوع أموليد، دقة فول اتش دي بلس 2780 في 1264 بيكسل، كذلك تدعم الـ HDR 10 بلس وتقنية الدولبي فيجن. أكثر ما تتميز فيه هذه الشاشة بكل تأكيد هو السطوع، وهي تعتبر الشاشة الأكثر سطوع بين جميع الهواتف بالعالم بنسبة سطوع 6000 نتس، 6000 شمعة يا شباب. كذلك الأكثر توفير للطاقة بنسبة 20% هي إنها من نوع LTPO، واللي تتفوق بكل تأكيد على شاشات LTPS. وهنا عشان نقارن حجم 20% هذه، تخيل انه عندك جهاز ببطارية اضافية بحجم 300 ملي امبير، هذه هي نسبة 20%، فتوفير الطاقة من هذا النوع من الشاشات يخليها تتفوق على جميع الانواع الاخرى. كذلك هذه الشاشة حاصل على فئة الخمس نجوم من SGS، وهذا اللي بيخليك تستمتع حرفيا بالقراءة من خلال هذه الشاشة تحت أشعة الشمس. أيضا واحدة من نقاط القوة في هذه الشاشة هو معدل التحديث التكيف من 1 لـ120 هرتز، مع معدل استجابة لللمس يوصل لـ 2500 هرتز، وهذا اللي بيخليك تلعب بكل سرعة وبكل سلاسة وبكل دقة، عندك استجابة عالية جدا. فهذا شباب الفيديو اللي تجاز تشوفه الآن هي تجربة عملية تحت أشعة الشمس. الشمس كانت قاتلة حرفيا، كانت شمس قوية جدا. كان معايا الايفون 15 برو ماكس وبكل تأكيد كان في فرق، بس ما كان معايا جوال ثالث عشان أصور الفرق بينهم، ولكن هذه هي شاشة الريلمي جي تي 6 تحت أشعة الشمس. تقدر تفتح الكاميرا تصور عادي جدا، شاشة واضحة، أيضا تقدر تفتح الواتساب، أي مواقع تواصل اجتماعي تقرأ عادي جدا الشاشة، وكأنك في مكان عادي وليس مكان ساطع جدا. تقدر بكل سهولة ترفع السطوع بهذا الشكل تحت أي أشعة شمس. أيضا في نمط السطوع الإضافي من إعدادات الشاشة، كذلك إعداد راحة العين والنوم. فمن هنا عن طريق الذكاء الاصطناعي ريلمي AI بتتعرف الشاشة تلقائيا عن طريق الكاميرا الأمامية بوضع الإضاءة في المكان اللي أنت متواجد فيه وتضبط إضاءة الشاشة عشان راحة العين. كذلك نمط اللي هو يخفض الوميض، وميض الضوء الأزرق في الشاشة أيضا لراحة العين. كذلك لو جالس تتفرج على أي فيديوهات HDR تقدر تعلي السطوع فيها. ومعدل التحديث تقدر تختار بين إنه يكون تلقائي عشان توفير البطارية، أو تخليه قياسي 60 هرتز أو تخليه عالي 120 هرتز، وهذا الإعداد رهيب جدا. من خلاله تقدر تحدد معدل الإطارات لكل تطبيق أو أي لعبة داخل الجهاز. تكلمنا عن السلاسة في اللمس الخاصة بمعدل التحديث 120 واللي يوصل باللمس ل 2500 هرتز، أيضا في وضع الألعاب أو محرك الألعاب. من هنا تقدر تشوف معدل الإطارات لكل لعبة، تقدر تمنع الإزعاج، وضع التركيز الكامل أثناء اللعب، تسجيل الشاشة فيديو لو حابب تسجل لعبة، كذلك العديد من الإعدادات الخاصة بالألعاب. أما من ناحية العتاد، الجهاز مزود بأحدث معالجات شركة كوالكوم، هو سناب دراجون 8 إس الجيل الثالث بمعمارية 4 نانو، وهذا النوع من المعالجات هو مخصص للألعاب، فحرفيا بتستمتع بأي لعبة قوية وبكامل الإطارات بداخلها زي لعبة ببجي وغيرها. فلو شفنا إعدادات لعبة ببجي واخترنا من هنا سلاسة، وأيضا حيظهر لك هنا خيار ألترا إكستريم، من هنا تقدر تختار 120 إطار بالثانية كامل الإطارات للعبة واستمتع. أيضا بلعبة جانش في هواتف ما تشغل دي اللعبة أساسا، ولكن مع هاتف ريلمي جي تي 6 تقدر حتى هنا
تحط معدل الإطارات 60 إطار بالثانية. هو نادر حرفيا تحصل معدل الإطارات لهذه اللعبة في أي هاتف يوصل لـ60، فأغلب الهواتف 24 فقط. فتجربة الألعاب على هذا الهاتف حرفيا جميلة. ولا تشيل هم الحرارة أبدا، لأنه الجهاز مزود بتقنية VC المزدوجة ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن طبقات تبريد للجهاز أثناء السخونة لما تضغط على الجهاز. الجهاز مزود بكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، وبكاميرا خلفية أساسية 50 ميجا بكسل، كاميرا ليلية ورؤية بالذكاء الاصطناعي. وهنا بتركك مع بعض الصور اللي التقطتها في أماكن منخفضة الإضاءة، يعني أماكن داخلية، وأيضا في الشارع في الليل بدون أي تعديل أو تدخل مني. هنا تدخل الذكاء الاصطناعي في جذب أكثر كمية من الضوء ممكنة في الأماكن المظلمة. اللي قدامكم هذا يا شباب فيديو عملي، تصوير حقيقي باختصار شديد، عبارة عن حوض سمك في مكان مظلم تماما، إضاءات خفيفة جدا، حاطين الريلمي جي تي 6 بالإضافة إلى جالكسي الاس 24 بلس، والاثنين جالسين يصوروا، ولك أن ترى بعينك الفرق في الشاشة من حيث الألوان. اللي أنت جالس تشوف في الشاشة هو اللي جالس يتسجل. هنا دعم دولبي فيجن 4K بالذكاء الاصطناعي AI من ريلمي. تتميز بكل تأكيد هذه الكاميرا مع مستشعر من سوني مع تثبيت بصري للصورة، والمستشعر هنا كبير جدا بحجم 1 بوصة زي اللي نشوفه في الكاميرات الاحترافية، مع فتحة عدسة 1.69، وهذه اللي بتعطي أداء مميز في ظروف الإضاءة المنخفضة. كذلك دعم تسجيل الفيديو 4K مع تقنية الدولبي فيجن مع الذكاء الاصطناعي. الكاميرا فيها أوضاع جدا كثير للتصوير، منها التصوير الليلي والتصوير المزدوج بالعدسة الأمامية والخلفية، كذلك وضع البورتري، والبورتري هنا رائع جدا زي ما انت شايف أمامك الآن. هذه بعض النماذج الخاصة بالعزل بتحصل على أفضل جودة للصور. كذلك عندنا تصوير الشارع، هنا بتحصل على فيديو جميل جدا وكأنك حرفيا جالس تتفرج على فيلم. صورت أكثر من لقطة في أقل من دقيقة، اتفرج هذا المشهد الصامت وعيش حياة الأفلام مع كاميرا ريلمي جي تي 6. صراحة من حيث الكاميرا، الكاميرا رائعة جدا وحرفيا فاجأتني. يعني عندي صور كثير كثير، ما أبغى أطول عليكم الفيديو، ولكن حطيت لكم أفضل الصور اللي التقطتها من خلال هذا الهاتف. والحلو فيه إن الزوم حتى إلى 4X، أنت بتاخذ كامل الدقة نفس كأنك بتاخذ من 1X. هذا يفيدك لو أنت ماخذ صورة 1X، تقدر تقص منها جزء منها كبير، وبتحصل أيضا على صورة كأنك التقطتها بدون قص للصورة الأصلية. صراحة الجودة رائعة، البورتري رهيب جدا، نمط الفيديو الخاص بالفيلم من واحدة من الإعدادات والأنماط اللي عجبتني بالتصوير. أيضا في شغلات كثير خاصة بالذكاء الاصطناعي زي حذف جزء من الصورة وأشياء جدا كثير، ومزود ببطارية عملاقة بحجم 5500 ملي أمبير مع الشحن فائق السرعة 120 واط بتقنية سوبر فوك. تقدر تشحن بطارية هذا الهاتف من 0 لـ50% فقط في 10 دقائق. أنت تتكلم هنا في 46 ساعة مكالمات أو 8 ساعات لعبة ببجي. طبعا بكل تأكيد آخر شيء تشيل همه في هذا الهاتف هي البطارية 5500 ملي أمبير اللي ما نشوفها حتى في الأجهزة الرائدة، وأيضا الشاحن العملاق أو قدرة الشحن العملاقة 120 واط. كذلك الجهاز يعمل بأحدث أنظمة الأندرويد، أندرويد 14، مع أحدث واجهات ريلمي، ريلمي UI 5.0، ويدعم الواي فاي 6، ويدعم بكل تأكيد تقنية الـ NFC للدفع من خلال الهاتف. طيب يا شباب، في نهاية الفيديو تعليق الشخصي على هذا الهاتف، ليش هذا واحد لو ما كان الأفضل في نفس الفئة، بل أفضل من فئات أعلى منه من حيث المعالج، أداء الألعاب فيه رائع جدا، كذلك من حيث الشاشة، ف
فعندك شاشة رائدة، شاشة أموليد 6000 نتس LTPO بكل تأكيد دولبي فيجن، عندنا كاميرا تصوير رائع وأيضا تصوير ليلي مع الذكاء الاصطناعي، عندنا بطارية عملاقة وشاحن عملاق، بالإضافة إلى سعر منافس. أسمع معايا السعر، سعر الجهاز 2499 ريال، ولكن شركة ريلمي مسوية عرض اسمه العرض المبكر، يعني اللي اشتروا في البداية هم اللي بيحصلوا على هذا العرض فقط، بعدها حيرجع لسعره الرسمي اللي هو 2499. طب إيش هو العرض؟ العرض حيصير سعره 1999 ريال، يعني هنا ريلمي خصمت 500 ريال. لو أنت من متابعيني هتستخدم كود الخصم هيخصم لك 100 ريال إضافي، رح تاخذ أيضا سماعة ريلمي اللاسلكية. عرض لا يتفوت. العرض إن شاء الله حيكون حصريا في موقع نون، بترك لك رابط الشراء بصندوق الوصف يوم 30 يونيو بإذن الله. وبس تقريبا بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. شغلة بسيطة كنت أتمناها تكون موجودة في هذا الهاتف وهو دعم الشريحة المدمجة الإيسم. بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.